مساء الخير، معاك دكتور ويك. النهاردة حابب أشكر كل المشتركين في القناة، وحابب أشكر كل الشعب السوداني، حابب أشكر كل الناس اللي بتعمل كومنتس، اللي بتعمل اشتراك على القناة، واللي بتساعد القناة أكتر إن هي تكبر عشان الناس تشوف أغاني أكتر، سواء في السين السوداني أو على مستوى الوطن العربي أو حتى أغاني عالمية. أنا عارف إن في طلبات كتيرة على أغاني كتيرة في الوقت ده، أنا بحاول على قد ما أقدر أركز على الأغاني المطلوبة أكتر. كومنت الفيديو اللي فات جه من أحمد سالم، عليه حوالي حاجة و30 لايكس، وده اللي أنا بحاول دايما أركز عليه، وبحاول دايما أركز على باقي الأغاني وباقي الكومنتس اللي أنتوا تطلبوها مني إن أنا أعمل عليها نقد وأعمل عليها رياكشن، بغض النظر عن المفهوم أو المسمى. لايك على الكومنت، ودايما أعملوا لايك أكتر على الكومنت للأغنية اللي أنتوا عايزينها تتعمل المرة الجاية. دوب من ألمع الرابرز موجودين في السودان، وأنا أفتخر إن هو جه معانا في الكوميونتي وانضم لينا كوميونتي أو كمجتمع صغير هنا في القناة بتاعتي، وقال لنا وشارك معانا. دي حاجة تبسطني جدا جدا جدا. محمد إدريس. محمد إدريس بدأ رابينج من هو عنده 14 سنة، مبدئيا ابتدى يغني وابتدى يعمل رابينج من 2010. بس سباستيان أو سباستيان بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة. الأغنية معمولة من 2016 تقريبا، الأغنية صححولي أنا غلطان بقى لها 8 سنين. سباستيان أم جي أو محمد إدريس من أشهر الرابرز اللي ليهم علاقة بصوت الشارع، مش بس الأغنية اسمها صوت الشارع. ولو جيت تقارنه بالمغنيين الأمريكان أو الأجانب أو العالميين هتحطه في الويست كوست، لأن هو أسلوب أغانيه ومهارته وشطارته في كلماته بتندرج تحت النمط الشعبي، النمط اللي بيحس بنبض الشارع. في الوقت اللي هو عمل فيه الأغنية دي كانت من أكتر الفترات صعوبة على سباستين أو على محمد إدريس إن هو يعمل الأغنية دي، لأنه بيحاكي فيها وجع وآلام الشعب، وفي الحالة دي بيعبر عن نبض الشارع وإحساسه باللي تقال في الشارع. احنا ما نعرفش سباستيان ام جي راح فين، ما نعرفش محمد ادريس اختفى فين، بس قبل ما يختفي ساب لنا جوهرة صغيرة وهوريها لكم قبل ما نبدأ الأغنية. فلتبدأ هذه الجوقع اللي صوت الإيقاع، دعي الموسيقى الحرة تمتزج بعمق القاع، رغم انتشار وكثرة المزيفين في الفن، ولكن يبقى الراب الحر صامت لن ينصاع. إن قلتها تموت ولم تقلها تموت، إذا فقلها ومت، فلتكتب الحقيقة، خذ وقع الوثيقة، هيا قل الحقيقة، وضع على جبهة هذا العالم البائس صوت الحقيقة. فالإعلام كالأفيون وامتلأت السجون في ظل الحكم الدكتاتوري، فلا شيء سوى العيون، لا شيء سوى الحصون. هيب هوب بلا مضمون، هذه بطاقة تعريفية توضح من أكون. أنا المحظور من الإعلام، أنا الممنوع من الكلام، أنا صوت الشارع الحر المعادي لفساد النظام، أنا السيل الذي يلجم أفواه النفاق. فكنت كاره للحقيقة فابتعد عن النطاق. سؤالي لك يا سيدي، هل تدري ما يحدث لنا؟ هل تدري ما يجري هنا؟ وكم من شخص قد فل. دي كانت اخر قنبلة رماها سباستيان او سباستيان قبل ما يختفي تماما وما نسمعش عنه حاجة بعد كده. انا عن نفسي لحد دلوقتي، يمكن انتوا عندكم معلومات اكتر، اللي باين لحد دلوقتي ان انا معرفش هو راح فين، اختفى ليه، ايه اللي حصل. بس اللي انا سمعته ده، واحد مش مفروض ابدا يسيب الرابينج هيب هوب، ومش مفروض ابدا اي شخص واي شركة تسيبه في حاله. تعالوا نخش على الاغنية اللي عملها من سنين، شوف بتكلم عن ايه. أول ما سباستيان فتح الأغنية ودخل، فتح الباب الحديد عشان يتكلم، سند على السور الحديد وبدأ يقول لنا هو جاي وبيتكلم، وهو بيعرفنا عن نفسه، بيقول إنه هو جاي منين وفكره أصله إيه. ودي طريقة أي رابر إنه هو يعرف بيها عن شخصيته ويعرف بيها عن أسلوبه. وهو بيقول أنا من الفكر الثوري، كلامي وأغنيتي بتتكلم، أغنيتي بتعزف سيمفونيات عشان الشعب بيتألم، يعني أنا بحاول أعالج الشعب بس بالأغاني. فعلا دي حقيقة. لاحظتوا معظم الأغاني، أو لاحظتوا أنه دايما الأغاني ليها تأثير قوي جدا على أي شعب في حالة ألم أو في حالة وجع، إن هي بتأثر على الشعب. بعض الأحيان كتير الأغاني لما تكون ليها علاقة بالشعب والوضع السياسي ممكن تكون فتيل إن هي تشعل أكتر في الناس وصبرهم إن هم يسكتوا عن الظلم والقهر ويتكلموا بسبب أغنية. عمل بتألم، من واحد من أولاد الشعب، كل يوم بيضوق ظلمة، كل يوم بيشوف كرباج الزل على ظهور الغبش، بيتوسط
انا واحد من الناس اللي بتتألم، انا واحد من الناس اللي شافوا ظلمك وشافوا الكرباج بينزل على ظهر الغلابة اللي ما تستحملش. سباستيان داخل بيرسم لي لوحة بيقول لي قد ايه فيها الالم بتاع الشعب كواحد من الشعب مش كرابر. بيساعد سباستيان على الموضوع ده البيانو اللي ورا اللي بيشتغل اللي بيحسسك بنبض الشارع. الميوزك اللي بيستخدمها سباستيان في الاغنية دي او البيت اللي بيستخدمها سباستيان في الاغنية دي هي اولد سكول هيب هوب بيت. الاولد سكول هيب هوب بيت دايما بتستخدم للتعبير عن حالة مشاعر للرابر او حالة مشاعر الوضع الحالي للمجتمع اللي الرابر فيه. حالة دي سباستيان بيستخدم البيت دي مناسبة قوي ان هو يشرح بيها الحالة، بما انه الاولد سكول هيب هوب بيت معروف عنها ان هي تشرح الحالة الاجتماعية او الحالة المشاعر اللي هو فيها او سوء الوضع اللي هو فيه كرابر. حتى ده معروف في امريكا من ايام ايس كيوب ومن ايام دكتور دري في الثمانينات والتسعينات، كانوا بيستخدموا الاولد سكول هيب هوب ان هم يعبروا عن وجعهم والامهم في الشارع عن طريق الاولد سكول بيت. طرها هنا سباستيان بطريقة ممتازة مع البيانو خفيف عشان يوضح الام الشارع، وحتى الالوان لو تلاحظ مش مفرحة، الوان حزينة في الفيديو. من مبدأ ما بتقسم من الجلاك ان الحقيقة تفضل مدفونة في كفن اعلامك الملغم، لازم تفهم ان الميزيكا هي التيار اللي بيحرك في وقود الثورة وبقيودك ما بتلجم. مين قالك ان الحقيقة تفضل مدفونة في كفن اعلامك الملغم؟ شوف اختياره للكلمات وهجاءه للشخص ده، احنا عارفين بيهاجم مين وبيعمل دس على مين، بس لو تلاحظ رقي الكلمات وانتقائها والفاظه ان هو حطها بنمط شوية كئيب او نمط شوية في موت ان هو كفن ملغم. بيحاول يرسم لك الصورة اللي انت بترسمها لي قدام عينيا، انا عارف ان ده كفن بس خد بالك ده ملغم هينفجر في وشك انت، وانا كوطني او باسم السودان بتكلم وبقول الكلام ده. مين قالك ان انا مش عارف؟ تفضل مدفونة في كفن اعلامك الملغم، لازم تفهم ان الميزيكا هي التيار اللي بيحرك في وقود الثورة وبقيودك ما بتلجم. انا مش هفضل موجود في قيودك، انا دايما هتحرر منها في يوم من الايام لان انا واعي وانا فاهم. سباستيان ما بيتكلمش ان هو شخص او شاب لوحده، بيتكلم كشعب سوداني. اللي انت شايفه قدامك ده الشعب السوداني، حالته وضعه الصوره اللي رسمها لك هنا كمشاهد، انا شايف المعاناه، شايف الواحد اللي بيقاسي في السودان. ولو رجعت شوية لورا هنا مفيش انسان موجود، مفيش شخص غير سباستيان هو اللي موجود في الفيديو اللقطة دي او حتى اللقطة اللي قبلها. كل اللي احنا شفناه لحد دلوقتي سباستيان موجود لوحده او بيطلع شخص بعينه. انا بحس ان انا جوه دماغ سباستيان من اول ما بدأ الاغنية، بحس انت داخل جوه دماغه. ده مش مكان، دي دماغ سباستيان، دي دماغ محمد ادريس. ده مش فيديو كليب وجايب لك فيو، ده جايب لك جوه عقل سباستيان والابواب الحديد والفنسز ان هو لوحده، ده عقل سباستيان من جوه. فعشان كده في الحتة دي هو بيفتح الباب، انا حاسس ان هو بيفتح لي باب عقله عشان يدخلني جوه ويعرفني على ايه اللي جوه دماغه. تعالوا جوه مخي خليني اشرح لكم انا حاسس بيه وشايف ايه. الغم لازم تفهم ان الميزيكا هي التيار اللي بيحرك في وقود الثورة وبقيودك ما بتلجم. ما انا واحد من ضحايا البلد، اسمع يا ولد اقلع طواقي الخوف وارفع علامة الفيكتوري. هنا سباستيان بيحاول يشجع الناس وبيحاول يحكيهم يقول لهم ارفع طاقية الخوف اللي انت حاططها على دماغك. يرسم لي صورة انه حاكم القاهر، حاكم اللي ما عندوش رحمة، بيلبس كل الناس طواقي خوف، وهو سباستيان بيحاول يقول للناس ارفعوا طواقي الخوف وشيلوا العلامة دي من على راسكم وارفع علامة الفي اللي هي الفيكتوري او النصر عشان تساعد بلدك. للبلد ما اصل الشغلة بقت صايدة، قرارات جايطة نفس الدوامة، بس الشعبي هو المسجون للابد. ما لما تكون العيشة واقفة في يد التاجر والعسكر، اعرف ان الوطن السودان والشعبي كرامته بتتبخر طموح. لما تكون العيشة واقفة في السودان بين التجار وبين العساكر، بس هم اللي عايشين واكلين وشاربين، اعرف انه شعب السودان مظلوم وهيتبخر. اعرف ان الوطن السودان والشعبي كرامته بتتبخر طموح، بتكسر ضمير بتخدر طريق بتحجر، والغضب المقبوض سنين ما راضي في يوم يتفجر. شباب بتهجر من عقر دار وبقهر المعيشة، كل ملامح الحياة بتقول انه اوضاع تعيس. الشعب الناس بتمشي من بيوتها، الناس بتهاجر بالعافية، بيمشوهم بالعافية من بيوتهم. الشعب لسه صابر وساكت ودموعه بتنزل على وشه زي المطر.
الصورة المرسومالي والألوان والقعدة اللي هو قاعدها والباك جراوند اللي هو قاعد وراها، الشكل ده بيقولي ان ده مخه من جوه. من اول ما فتح الباب اول الاغنية ودخل قاعد يكلمني، انا كمشاهد حاسس ان انا بكلم واحد كان في مكان فيه حرب والدنيا اتدمرت، المنظر اللي وراه وقاعد في الانقاض وبيحكي لي عن الوضع اللي حاصل، انه وضع كئيب ووضع ديبريسنج، وضع سيء للغايه، ان الشعب بيتالم فمش محتاج ان يكون في حد في الفيديو، هو لوحده قاعد يقول لك حكايته ايه من جوه عقله. لسه صابر دموعه بتنزل زي مطر، نفس الصبر من يوم عم عبد الرحيم اتلافى القطر، مستقبل مظلم ما بيوحي ابدا. نفس الصبر من يوم عبد الرحيم دجلو تلافى القطر، مش تلافى القطر قطر يعني، لا هو تلافى الموت. عبد الرحيم دجلو احد المتمردين اعتقد اللي هربوا لتشاد الوقت ده، صححوني وانا غلطان. فالقطر مستقبل مظلم ما بيوحي ابدا ببصيص امل، حتى النور اللي كان بيضوي الشارع بالظلم اتكتل. انا ما حتزب واقول لك الدنيا بخير، لا واجه حقيقة ان قيود خوفك لازم تتفكر. البس عباية الدين ولبس الشعب طواقي الخوف، ما تشوف مليان بالخرافة والسخافة، من رحم الظلم بتولي الجيل الجديد واقف قدامك كافر بقوانينك متمرد على طغيانك. البس البس عباية الدين ولبس الشعب طواقي الخوف، كلام مش محتاج توضيح، كلام واضح جدا. بس الصورة اللي انا شايفها قدامي دي متوضح فيها قد ايه الشعب السوداني وقتها كان فعلا فيه دموع، كان فعلا فيه مشاكل، ده كان الوضع في وقتها. وفجأة قلب لي الصورة من عقله اللي هو كان قاعد فيها لوحده في صورة قبل كده، نقل لي الوضع الحالي صورة حقيقية، شوف بنفسك يا مشاهد الشعب شكله عامل ازاي، الدنيا صعبة ازاي هنا. بيقول في نفس الوقت ان هو بيلبس الشعب طواقي الخوف. البيت اللي بيستخدمها مدياني فايب دبل تون اللي هو بيستخدمه، بيستخدم تو تون للفيديو، مفيش اوتو تيون، في تو تون لصوت الرابر عشان يعمق ويعظم صوته، ولايق عليه جدا سباستيان الصوت ده، ولايق عليه الاسلوب ده من الرابينج. خوف مجوك مليان بالخرافة والسخافة، من رحم الظلم بتولي الجيل الجديد واقف قدامك. رسم لي صورة جديدة من عقله، حولني من المكان اللي كنت فيه كمشهد للشعب، دخلني في عقله تاني ورسم لي صورة من رحم الخوف اللي انت بتعمله في الشعب، هيتولد جيل جديد والجيل الجديد ده مش هيرحمك ومش هيرحم الظلم، عمره ما هيستمر على الظلم وهيكسر كل قيود الخوف اللي انت عملتها للشعب. وكافر بقوانينك متمرد على طغيانك، البس عباية الدين ولبس الشعب طواقي الخوف، ما تشوف مليان. بص الصورة اللي هو رسمها لي، رجعني للسلك الحديد ورجعني ان هو شاب واقف ورا سلك حديد مش عارف يعمل ايه، كل اللي قادر يملكه في الوقت ده هو الفاظه وكلماته القوية اللي يقدر فيها يساعد الشعب ويقول لهم قوموا وتحركوا وشيلوا طاقية الخوف دي، لانه اللي هو بيعمله ده مش هيستمر. بتقول لي ان ده رابر ما كانش مفروض يختفي عن السين السوداني او عن الرابينج بشكل عام. الشعبي ما مغلوب على امره، الشعبي راضي بس بشينا في كل حته في كل زقاق يقول لك اسكت ما علينا. لا تفتكرش ان الشعب ساكت ومغلوب على امره، لا يا حبيبي، الشعب متحمل وهيجيله وقت وهيفور. بنسكت يا زول، احنا اكتفينا بنار الحرب، اتكوينا بكاس البحر، ارتوينا بصوت المسؤول، اتغشينا بوكس العسكر، اتكشينا بتوب الفقر، اكتسينا الغير الخالق، ما اشتكينا نحن في دل. مرة تانية خرجني من عقله، مرة تانية وراني المشاهد الحقيقية والصور الحقيقية اللي ما فيهاش ميديا، ما فيهاش تغطية، ما فيهاش مظاهر كدابة، فيهاش مظاهر خداعة، فيها وضع حقيقي بشكل واقعي. المخرج هو بيعمل الفيديو ده حاسس الرابر سباستيان نفسه وهو بيأدي الكلمات الواقعية اللي هي صوت الشارع، النبض الحقيقي للي بيحصل، وده الامر الواقع محدش يقدر ينكره. حطهولك في فيديو وحطهولك في صورة وحطهولك كمان حط عليه سبايسز كلمات شعرية تبين قد ايه الوضع كان صعب وقتها، بس في نفس الوقت يحاول يحاكي الشعب السوداني ان هم عارفين ان هم مش هيسكتوا فترة طويلة، عارفين ان هم هينتفضوا. بتوب الفقر اكتسينا، احنا في درب الموت مشينا، من كتر ما احنا مش فارقه معانا ماشيين في طريق الموت، مش فارقه معانا، وصلنا لدرجة من الفقر ومن التعب خلاص. احنا في درب الموت مشينا وتناسينا او نسينا، ارواحنا تايها فينا، سألنا وما لقينا، منو الغرب بين السفينة، منو البحيط في هالمدينة، منو اللي بيقطع حبل السكينة، منو اللي بيسرق مال الخزينة، منو اللي بيعزف اوتار حزينة، منو اللي بيتستر على الجريمة، منو اللي بيكتم صوت الحقيقة، منو اللي حيفش فينا الغبينا، ملفينا مكفينا، شعب لسه بعافر بدي موت.
ديمقراطية كافر لابس طواقي الخوف بدس ورق ألف ساتر. هنا شوية سباستي بينتقد الشعب السوداني في الوقت ده أو بيحاول ينكش الشعب السوداني ويقول لهم السكوت اللي انتوا فيه أنا عارف إن انتوا مش ساكتين عشان انتوا راضيين، أنا عارف إن انتوا بالديمقراطية كافرين، يعني مش أقصد إن هم كافرين ككفرة أو إسلام أو كده، لا، إن هم مش مؤمنين أو بالديمقراطية بسبب إن مفيش انعدام ديمقراطية مش موجودة. في الديمقراطية كافر لابس طواقي الخوف بدس ورق ألف ساتر، والقصة لسه ما انتهت والساقية لسه مدورة، سنين الظلم ابتدت والناس واقفة ومتسمرة، ما القصة بقت واضحة، دم شعبك أرخص حاجة، كفت الإهانة راجحة، زور في بلدي أسهل حاجة مليش. الصورة بقت واضحة والدنيا بقت باينة وكل همك على الفلوس وماليشياتك في الشارع، حتى ما بقاش الجيش يحمي الشعب، الجيش بقى ضد الشعب، ومن أسوأ الحاجات إن ممكن تحصل إنه الجيش بتاع البلد يتقلب ضد الشعب نفسه وإن هي تضرب ذخيرة حية. ودي الصورة اللي بيرسمها لي سباستيان، إن هو بيقول لي قد إيه الوضع بقى سيء ورهيب لدرجة إنه بقى فيه ظلم قاهر للشعب المسالم الأعزل إن هو يدافع عن نفسه ضد الأسلحة اللي بيستخدمها أو أيا كان. بس الصورة اللي رسمها لي سباستيان إن هي صورة انتفاضة بتقوم وحالة الشعب كجسد إن هو تعبان ومنهك، مش قادر يقاوم الظلم، مش قادر يتحمل أكتر من كده. شياتك في الشوارع تضرب في الناس زخيرة، من الأداك الحق إنك تحدد للناس مصير، نغرب بيش يعني الحرية من جوات زنازينك، من الوطن أكبر زنزانة، صوت الكادحين حيدينك، في عهدك بس عاصرنا سوء تعليم غذاء وصحة، في عهدك بس عاصرنا سوء تعليم وغذاء وصحة. وزي ما انت شايف رسم لي صورة توضح ده، الموضوع سيء لدرجة حتى الأطفال الصغيرين ما بقوش يروحوا مدارس أو يحاولوا بس يجيبوا فلوس عشان يأكلوا، يغسلوا سيارات. الصور الحية بتضيف للفيديو قيمة تقيلة قوي على قلب الواحد ان هو يشوفها. الفيديو عميق قوي، فيديو جديد قوي، وفي الحالة دي ما بيوصفش حاجة خيالية، الفيديو بيوصف حالة حقيقية كانت بتحصل في السودان. وصحة في عهدك كل ذوي الدخل المحدود ما لكن صحة، البس عباية الدين ولبس الشعب طواقي الخوف، مجوف مليان بالخرافة والسخافة، من رحم الظلم بتولي جيل جديد واقف قدامك كافر بقوانينك متمرد على طغيانك، البس عباية الدين ولبس الشعب. يوصف لي قد ايه البس عباية الدين، ورينا ان انت يعني متدين بس لبس طواقي الخوف للناس. والصورة اللي انا شايفها قدامي دي هو ماشي في الشارع كأنه محارب او كأنه شخص ثقف وشخص عنده علم بالوضع الحالي، وماشي في الشوارع في بلده يحاول يشوف ازاي يحل المشكلة دي، ومفيش بيده حاجة يعملها. طواقي الخوف مجوف مليان بالخرافة والسخافة، من رحم الظلم بتولي جيل جديد واقف قدامك كافر بقوانينك متمرد على طغيانك، حج أمن لسه صابر بطارح العذاب، عيال سف وباقي السكر بدو يسفوا التراب مساكين، عيال صغيرة من كتر هم مش لاقين ياكلوا والسف وباقي السكر ابتدوا يسفوا التراب، ما بقاش فيه اكل، ما بقاش فيه سكر للاطفال، ما بقاش فيه حاجة تتاكل. وعادوا في الاتوبيس اللي انتوا شايفينه لوحده ده، مش اتوبيس، ده عقله بيكلمني من جوه عقله وبيوضح لي عقله عامل ازاي من جوه، وهو قاعد لوحده في مكان المفروض ان يكون فيه مليان ناس، ومفروض يكون فيه مليان ناس رايحة وجاية، ناس عندها شغل، ناس عندها حياة. بس الصورة اللي رسمها لي دلوقتي اللي انا شايفها في الاوتوبيس وهو قاعد لوحده، المفروض يكون فيه مليان ناس وحياة، بس للأسف المكان ميت. عيال سف وباقي السكر بدو يسفوا التراب، مساكين الغلابة في البلد ساكين احلام سراب، مين اللي بيبرق الصبر لمن يزيدوا في العتاب، ما الناس مؤامنة، اسأل عن حالنا في القارة الافريقية AKA دولة تالت عالم. الناس عارفة حالنا والناس عارفة الوضع اللي احنا فيه، واحنا عارفين وضعنا كدولة تالتة AKA العالم التالت. يكلمني من ورا السور، هو قاصد يحطني من الناحية التانية من السور، وهو قاصد يحطني من الناحية التانية من السور عشان يوضح لي قد ايه هو محبوس ومكتوم، مش قادر يعبر عن نفسه، مش قادر يعبر عن حريته وكلامه ورأيه، مش كرابر، مش كسباستيان، مش كمحمد إدريس، كسودان، ان في الحالة دي هو السودان. مقامنا اوعاك تسأل من وطن، اولاده بايتين في الرصيف، محبوبنا مدفونة في كفن جارين ورا لقمة رغيف، احلامنا شبعت موت خلاص، بطش العساكر ما بيجيف، والغربة في عز الوطن صدقني جد احساس سخيف، دي الثورة في عز العالم.
الغربة في الوطن إحساس سخيف، يرسم لي صورة قد إيش المواطن السوداني حاسس بالغربة في بلده، وده أسوأ إحساس ممكن تحسه كمواطن في بلدك. ليك حقوقك ما بقتش موجودة، اتسحبت منك في عز العتمة وفي عز الظلمة. الثورة تقوم زي الشمس، عتم ضبايا زي شمس الخريف، بس إحنا راضعين السكاك قاصدين نعيش صمت مخي، والحق ضايع في البلد ما الشمعة فيه تزول كفيف، والقاضي زاد في الوجع فجعة وزاد في الحكم الحق يزيد، والظلم مدرس قصد خطانه وسالي سكين معيد، سليها في وش الحق غازيها في خسر القصد، من اللي بيزيدنا في الوجع من اللي بيزايد في الطمع، من اللي بيبيع لنا الاحلام وبرجع تاني للجشع، في عهدك نحن شيدنا ابشع انواع الفتنه. طائف يشرح لي في عهد الحاكم ده شافوا ايه؟ شافوا فتنه، هل يكون في فتنه وسمح ان يكون في فتنه سواء بين طائفيه مذهبيه ايا كان، والسحن والاشكال هي هي نفس الشخص ونفس الانسان، سوداني سوداني، مسلم مسلم، اب عنده أولاد أب عنده أولاد، نفس السحن نفس الأشكال، بس أنت سمحت للفتنة إن هي تنتقل بين الناس وتفرق بينهم. في عهدك نحن شيدنا أبشع أنواع الفتنة، طائفية مذهبية والملامح هي هي، والجمرة لسه حية نفس العقلية هي اللي بتسوق أولاد البلد لدرب التفرقة العرقية، ما بقول إسلامية بس بقول إسلاموية. يلا يا بقيت تسوق أولاد البلد للتفرقة العرقية، أنا مش بقول إن هي تبقى إسلامية مية مية، أنا بقول إن هي تبقى إسلاموية، إسلاموية على ما أعتقد ما هو يقصد بها لم الشمل، وإن الإسلام وغير الإسلام يكونوا يد واحدة مع بعض في سلام. إسلامية بس بقول إسلاموية، يلا يا ود بلدي إيدي في إيدك لدرب الحرية، ألبس عباية الدين ولبس الشعب طواقي الخوف، متجوف مليان بالخرافة والسخافة. مرة تانية الفيديو والبروديوسر والمخرج بيصور لي الوضع والصورة الحية، مش محتاج لقصص وكلام، مش محتاج للسوشيال ميديا، بص على الفيديو، الناس دي حقيقية، أنا مش جايب ممثلين، الوضع بص بعينك وانت تشوف. مليان بالخرافة والسخافة، من رحم الظلم بتولي الجيل الجديد واقف قدام. هنا خرج سباستين من دماغه ومن عقله، خرجك من تفكيره اللي كان عايز يوصله لك، والصورة كان عايز يرسمها لك، انه خرج من جوه باب السلك وخرج من المكان ده اللي هو عقله وكان بيرسم لك فيه الصورة، خلص الكلام اللي عايز يقوله لك فخرج وقفل الباب. يا مكافر بقوانينك متمرد على طغيانك، البس عباية الدين ولبس الشعب طواقي الخوف، متجوف مليان بالخرافة والسخافة، من رحم الظلم بتولي جيل جديد واقف قدام، مكافر بقوانينك متمرد على طغيانك. انا ما اعرفش ليه محمد ادريس او سباستين اختفى، انا ما اعرفش ايه اللي حصل وما اعرفش ايه الحكايه، بس كل اللي اعرفه ان انا اشكركم ان انتوا حطيتوا لي الاغنيه دي وعملتوا عليها لايكس كفايه ان احنا نشوفها وان احنا نغوص فيها ونعرف ايه اللي حصل. كل اللي اتمناه ان تالنت زي ده او موهبه زي دي ترجع تاني. وبالمناسبه هو سمى اسمه سباستين، ده مش اسمه، هو سمى اسمه سباستين على اسم شخصيه كرتونيه من وهو صغير كانوا بيقولوا له سباستين، ففضل مع الاسم وعملوا النيك نيم بتاعه. اذا عجبكم كل فيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكريبشن واشتراك للقناة عشان نكبر القناة اكتر، انا بحبوه جدا واشكركم مرة تانية، اشوفكم حلقة جاية.